بحر وتهليج ودوما تسلينا طبيك اثبت وابوه والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدر بشرى يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير، هو عجبكم الحال؟ ولكن يا اطفال الحفل اليوم تاعكم انتم ماذا راح نديروه؟ كاين حاجه، شكون اللي جاب المعدل اكثر من 9.5؟ كاع انتم اكثر من 9.5 ويقولوا ولادنا ما يقراوش وكاع. شكون اللي عنده اكثر من 9.5؟ ما لا روحوا للدار جيبوا البيلتان كامل. لا 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 لا، شحال؟ 9.10. الله يبارك. صحة، راح نديروا حاجة أخرى. شكون اللي راه في السنة الخامسة وجاب أكثر من 9.5؟ في السنة الخامسة أكثر من 9.5، تعالي بنتي روحي. أكثر من 9.5، تعالي. كيسمك بنتي؟ وريشة مريم. مريم، شحال في عمرك؟ 9. 9، واش من سنة درسي؟ 5. 5، شحال جبتي المعدل؟ 9.50. أوه برافو، روحي منا، روحي منا، منا منا، قعدي هنا بنتي. تعالي، واسمك؟ حبيبي شيماء. شيماء، سنة خامسة كذلك؟ نعم. الله يبارك، شحال جبتي المعدل؟ 9.45. 9.45. 45، روحي منا. تعرفوا هذيك الحكاية تاع الكاميو والكار؟ أنا قرب نوصلوا لها. كيسمك بنتي؟ ملاك. ملاك، واش من سنة درسي؟ سنة خامسة. سنة خامسة كذلك، شحال المعدل؟ 9.50. 9.50، روحي منا. وأنت؟ مداوي محمد. واش من سنة تدرس؟ سنة خامسة. شحال جبت معدل؟ 9.32. الله يبارك، اقعد منا، اقعد منا، باسكو قلت لكم 9.5 ما أكثر. كيسمك؟ محمد الأمين. شحال جبت؟ بس أقول الصح ها؟ 70. واو، اسمع، هما يقولوا المعدلات بصح اللي يسمع باللي غلط 72 62 يقولنا. اروح منا. اسمك بنتي؟ سموني بشرى. شحال جبتي المعدل؟ 9.75. واو، احنا كنا صغار كنا نقرا وكنا نجيبوا صح، نجيبوا 20 نجيبوا 18 بصح في المعدل 9.75 ولا 72. انا نقول لكم صفقوا عليهم، صفقوا عليهم. روحي منا. كسموك ولدي؟ خالف عبد القادر. شحال جبت معدل؟ 9.50. 9.50. كسموك؟ إيناس. كي راكي؟ الحمد لله. الحمد لله، شحال جبتي المعدل إيناس؟ 9.9. 9.90. 9.90. سنة خمسة؟ نعم. وراهم والديك؟ رفدوا يديكم. تحية، 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 برافو 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 برافو، باسكو هذا هو، هذه هي الكنز نتاعنا، هي قراية ولادنا، هي اللي نقدروا نخرجوا منها بكل شيء، ما كان لا بترول ولا ما كانش، باسكو لا تكنولوجي والفهم والقراية هي اللي تدفع بالأمم إلى الأمام. استناو، مازالوا يجوا تاع 9.50؟ أوا أنت ماشي سنة خمسة، روح. كيسموك؟ حبيب. واش من سنة تقرا؟ تحضيري؟ تحضيري؟ ولد المدير هذا؟ لا لا مرحبا بك، نقصف برك. وانت يا كيسموك؟ وسام. وسام، واش من سنة تقراي؟ دوري شوفي فيهم، واش من سنة تقراي؟ تحضيري. اه بنت المديرة؟ انت يا بنت المديرة؟ لا. لا، انت ولد المدير؟ لا، اي صح. روحوا منا. كيسموك ولدي؟ سلمى تواتي. تواتي؟ الله يبارك، شحال جبت معدل؟ 9.70. مستغني، اون توكا مستغني معروفة بهذا الشيء، مي اليوم فريمون يعطيكم الصحة. روحوا منا باش تبانوا، لازم فوالا ترجعوهم كامل باش يبانوا، فوالا واحد ما يغطي واحد. كيسموك؟ السيد أحمد. سيد أحمد، شحال في عمرك؟ سعره يغطى سيد أحمد، روحي منا.
واش بغيت تقول لي سيد احمد؟ 9. 9 واش؟ جبت 9 المعدل؟ قول. الله يبارك. يا اطفال انا جبت لكم معايا هدية اليوم. هذه الهدية، شكرا، جبت لكم هدية جميلة. هذه الهدية جبت لكم لاعب خفة ماجيسيان جبتوا معايا اليوم من سطيف، عمو امين شفتوه معايا في الحصة رايح يتقدم دركا تحت تصفيقاتكم. عمو امين
على بالكم هادي كسموك إخلاص. على بالكم إخلاص أصغر محامي شفتو. لو بلو بوتي أفوكا واش بغاو يديرو؟ إخلاص. لا لا واش بغاو واش زفتوك واش بغاو يديرو؟ واش قالوا لك قولي عمي وزي؟ عمو وزي. واش بغاو يتصوروا؟ واه. شكون هما؟ خواتي هرم. خواتك هادو صغار عليك ولا كبار عليك؟ كبار. أو كبار قلت لكم أصغر محامية في التاريخ. قعدي هنا قعدي هنا قعدي قعدي في الأرض قدام هذوك الشابات هذوك ومن بعد نتصور مع خواتك يا فاطمة قبلة يا أخي إخلاص برافو بنتي قبيلة ولادي جمعوا في الأرض باش الناس قاعد تشوف يا أخي فوالا مادا بيا اليوم قاعد تروحوا فرحانين جمع 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 برافو برافو كي جمع حكا معليش قبيله كنت استدعيت اطفال نجباء ما استدعيتهمش باطل لاني انا عمو يزيد وشركه رامي كيدز حبوا يكرموا هاد الاطفال بهديه بسيطه اذا بشرى ايناس وتواتي تعالوا تعالوا اون بلوس دارونا رسومات جميله اون بلوس دارونا رسومات جميله وري لي اوه هذا الرسم قلب وعمو يزيد شكرا بنتي شكرا شكرا الله يخليك سرقها لكم سرقها لكم بونجور عمو يزيد بونجور صح اوه عمو يزيد احبك تعرفوا صديقنا عرفهم قل لهم صح نقول لكم اسمي باك واحد يضحك عليا حق الله غير اللي يضحك عليا غير نجيب له ماما تحكمه بقرايصه هكايا انا قلت لكم احسبوني ثلاثه نقول لكم مستمني يا الزواخين هذه بالعربية سهلة اون فرونسي اون انجلي فيفا لالجيري عمو ولا غير نقول لكم اسمي بصح ما تضحكوش عليا انا كي كنت صغير عمو يزيد ماما كانت تحبني سمتني تشكتشوكا اكون تضحكوا عليا اكون تضحكوا عليا حق الله غير راني زعفان يا الزواخين انا جبت له الرسم عمو يزيد يعطيني كادو يعطيني انا تانيك جبت لي علامه منيحه عمو يزيد في القراءه تاعو هذا الرسم هذا ها تاعو الرسم هذا تاعو الرسم هذا لا من جابو من الطاوله تاعنا من الطاوله تاعكم فاقولك حق الله يا عمو يزيد غير اقولك خويا رسمه بعد كينا ما عجباش حطاه تما داه اه ما كاش معنا باش يرسم عمو يزيد عمو يزيد حق الله غير البنات زواخين دراري شاطرين عليكم وانتم ما تعرفوش كامل تقراو الدراري يعرفوا كامل يقراو انت صاحبي استعرف بك واي زيد وحده منكم صح واي يا البنات يعرفوا يقولوا غير بونجور زيدوا وروا لي الرسومات تاعكم كومسا 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 عمو يزيد كومسا صاحبي هنايا اوه واش هي هذه الحيوان اسمه نحله نحله وعمو يزيد راح يدير لكم مفاجاه من بعد اغنيه النحله واسمها واسمها نحله ايه بالعربيه واسمها بوزنزل زيدي اوه برافو عمو يزيد عمو يزيد انا تاني نحبك بنتي وري لي ها هو هذاك ماشي تاعك واش هو هذا ورده ورده لي من هذه الورده لي عمو يزيد برافو شكرا شكرا عمو يزيد
شكرا. اوه عمو يزيد احبك. انا تاني نحبكم كاع يا ولادي، يعطيكم الصحه. تفضل. شكون اللي مازال ما شفناش؟ اوه عمو يزيد احبه. شكرا بنتي، شكرا. عمو يزيد انا لا انساك حتى اموت. فريمون يعطيك الصحه ولدي، يعطيك الصحه. هذا شرف كبير والله. على بالكم باللي اللي يحبوه الاطفال حبوا ربي، يعني براءه وعفويه. ما تقدروش تصوروا عمو يزيد شحال فرحان اللي ان شاء الله الرساله نتاعو هي تربويه بدات توصل للاطفال نتاعنا. بربي ان شاء الله ربي يوفقنا كامل حنا والاولياء وعمال التربيه وعمال الثقافه وكامل اننا نكونوا مرجع لهذ الاطفال هذو ان شاء الله باش يتربوا خير تربيه. عمو يزيد انا لا انساك ابدا. شكرا. بما انا عمو يزيد خدمت لك وحده، انا كتبت لك فيها احبك واشتقت اليك تذكرتك. شكرا شكرا شكرا. انها فراشه، هل هي جميله؟ جميله بالطبع. برافو برافو. حكموا الرسومه تاعكم. انا راح نطلب صديقنا بوبي يروح يجيب لنا الهدايا تاع هاد الاطفال المتفوقين ان شاء الله. كامل يا اطفال المره الجايه كي نولي تكونوا كاع فوق 9.5 ان شاء الله. يا اخي بوبي اعطيني الهدايا. اذا شركه رامي كيدز مع عمو يزيد يهدي لهاد الاطفال. تفضلي بنتي. هاد الهدية عبارة عن هاتف نقال سمارتفون. هادي احنا اللي يقراو الكادو نتاعهم ما عندوش قيمة، يعني القيمة تاعو لازم تكون كبيرة. واش بنتي؟ الكادو. انت يا محامية صغيرة مازال ما قريتيش وراكي في التحضيري وعمو يزيد عطيك الكادو. ديتي السيدي ولا ما ديتيش؟ خلاص دوك عمو يزيد يعطيك السيدي. يا اخي روحي هدي، راهي مزوجه دايره خاتم هاي لك. اوه انتوكا شاطره شاطره شاطره. الله يبارك الله يبارك. ربي يسون. اذا الاطفال متفوقين اللي ذكرونا بالمعدل تاعكم 9.75. 9.75. وانت بنتي 9.90. 9.90. 9.78. إذا أعطونا تحية لهم. تصفيقة تصفيقة. معدل أنا عمو ياسر. شحال المعدل تاعك؟ أنا عندي 35. كي تفهموها قولوا لي. راح نغني لكم أغنية نبغيها بزاف بزاف بزاف. نقول فيها اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20/20 والناجح هذا عيده، باش تكونوا كامل ناجحين كيما اصدقائنا اللي كرمناهم اليوم. ونعاودوا نرجعوا نكرموكم، ولكن ما ننساوش الاطفال اللي كذلك راهم معنا هنا. اروح ولدي، اروح اروح ولدي، تعال. اسمك؟ ياسر. ياسر. شرف محمد الامين. محمد امين اروح منا. وانت؟ عبد العزيز خلوف. شحال جبت معدل؟ 9.65. الله يبارك. وانت؟ 9.72. وانت؟ 9.55. الله يبارك. تصفيق عليهم تصفيق عليهم. هما ثاني كانوا متفوقين جدا، يعطيهم الصحة. تفضلوا لأماكنكم، رجعوا للأماكن تاعكم. يلا. احنا اليوم اخترنا ثلث تلاميذ فقط، ما يزعفوش علينا الآخرين، ولكن نوعدوهم باللي في المرة المقبلة إن شاء الله رايحين. احنا اجمل تكريم هو يا اطفال، اجمل تكريم ديروه هو التكريم للوالدين تاعكم، الوالدين اللي يعتنيوا بكم وبفضلهم وصلتوا لهذه النتائج. اذا تغنوا كامل معايا اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20/20 والناجح هذا عيده. يلا كامل 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 معايا هكذا كامل. يلا 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 يلا
سنين والشرط يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده اثنين في الصف اثنين والشرط يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده عزلي من يريدوا أنتم للغد رجال يجمو الوطن قيدوا سين أول سؤال والعزلي من يريدوا أنتم للغد رجال يجمو الوطن قيدوا 20 على 20 والنجاح هذا عيدوا والنجاح هذا عيدوا نلبي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيد اثنين في الصف اثنين شكون الشاطر الشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده اثنين في الصف اثنين
الشاطر يرفع ايد، 20 على 20 والنجاح هذا عيد، والنجاح هذا عيد. شكون اللي زايد اليوم؟ شكون اللي الانيفرسير تاعو اليوم؟ ابتهال اروحي بنتي تعالي. انيفرسير تاعي دوكا. مشكيت عمو يزيد، انا نقولها لك ما تامنيش كامل، انا قلت لك انيفرسير تاعي دوكا. عبالك ما قلت له ما شكيتش، خطر كان معايا السمانه اللي فاتت درنا له الانيفرسير تاعو واليوم نسى، كذب ونسى. شفتوا عبالكم الانسان اللي يكذب بزاف ينسى. هذاك تاع ماني. تاعك. اذا يا اطفال على بالكم باللي الانسان، قولي الحق ولو كان، ولو كان، برافو، قولي الحق ولو كان مرا. يا اخي شكون اللي زايد اليوم ثاني؟ شكون اللي الانيفرسير تاعو اليوم؟ روحوا للدار جيبوا كاع دفتر العائلي كامل. انا سقسيتكم برك، ابتهال زايده اليوم؟ نعم. شحال درتي من عام اليوم؟ ها؟ شحال قفلتي من عام؟ 7 سنين. 7 سنين. اذا ابتهال روحي جمعي مع الاطفال هيك. فوالا انا والاصدقاء راح نغنيو لكم الغنية اللي دارها عمو يزيد خاصه باعياد الميلاد، نقول فيها عيد ميلادك احلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد. إذن الكامل اللي راهم هنا زايدين في هذا الشهر، زايدين الشهر اللي فات، الشهر اللي جاي، نتمنى لكم عمر مديد. إذن عيد ميلادك أحلى عيد، غنوا كاع معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من قلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهى الأمراض نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى الأمراض نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو أصحابه ويبركولو، وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. كاملة. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة. برافو برافو برافو. إذن هذه سنة حلوة، كل عام وانتي بخير بنتي، كل عام وانتم بخير كاع اللي زايدين اليوم ماشي زايدين. هاد الغنية تقدروا تسيبوها على اليوتيوب، تقدروا تسيبوها في الصفحة الخاصة بعمو يزيد ولا على موقع الانترنت عمويزيد.com. كاين ولاد، اسكو كاين ولاد تطهروا هاد العام؟ شكون اللي تطهر هاد العام؟ طهر هذا العام
الله يبارك. شكون تاني؟ عمو يزيد في كل عام في ليلة 27 دائما نعمل حفل ختان للأطفال المعوزين اللي الله غالب مساكن ملحقين شو كامل ندير لهم حفل ختان. وعمو يزيد بهذه المناسبة كما قلت لكم قبيلة بغينا أغاني جزائرية من الواقع نتاعنا، درنا أغنية نتغنوا بها بالختان. إذن وليدنا مبروك عليه هذه الليلة ختانته يا أخي، يلا تغنوا كامل معايا، وليدنا مبروك عليه. وليدنا مبروك عليه هذه الليلة ختانته، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا لبنان زغرته، وليدنا رسول الله. هادو ناس ومعه جيرانه حضروا له وتلموا بيه، حضروا له وتلموا بيه، يلا نزهوا ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه، بالهدايا نباركوا ليه. هادو ناس ومعه جيرانه حضروا له وتلموا بيه، حضروا له وتلموا بيه، يلا نزهوا ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه، بالهدايا نباركوا ليه. وليدنا مبروك عليه هذه الليلة ختانته، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا لبنات زغرته، وليدنا رسول الله. يلا 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 جات عليه بطربوش وزيد برنوسو، بطربوش وزيد برنوسو، كيما اليوم فرحنا بيه ان شاء الله نفرحوا في عرسو، ان شاء الله نفرحوا في عرسو. ديك الشدة جات عليه بطربوش وزيد برنوسو، بطربوش وزيد برنوسو، كيما اليوم فرحنا بيه ان شاء الله نفرحوا في عرسو، ان شاء الله نفرحوا في عرسو. وليدنا مبروك عليه هذه الليله ختانته، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا لبنان زغرتو، ليدنا رسول الله. ادعوا له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد، ربي خلي هاد الوليد، يستروا يحفظوا من العين ربي يبارك فيه ويزيد، ربي يبارك فيه ويزيد. ادعوا له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد، ربي خلي هاد الوليد، يستروا يحفظوا من العين ربي بارك فيه ويزيد، ربي بارك فيه ويزيد. وليدنا مبروك عليه هذه الليلة طهارته، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا لبنات زغرته، ليدنا رسول الله. وليدنا مبروك عليه صغار ياسا هذه الليلة طهارته، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا لبنات زغرت حبيبنا رسول الله. عمو يزيد، من هو الشخص اللي ينظم المرور؟ ها سهلة، الشرطي 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 بياري ينظم المرور. من ينظم المرور؟ الشرطي. فوالا لا بوليس.
بوليس بالفرنسية ولا بالانجلي ذا بوليسمان يس بالعربية كيفاش يقولوا شرطي ولا خرج من السبيطار كراسة اوتوموبيل هذه عربية هذا واحد دقيقة على بالكم كاين هاد الكلمات هادو الكلمات اللي يكون الاصل تاعها فرنسي ولا هذه كاينه حتى في كندا وكامل عندهم مشكل مع هذا سكون ابل لونجليسيسم سما كلمه كيما ويكاند كيما كيما anyway كيما كاين كلمات هكذا يدخلوا يعني كلمات داخله على اللغه واحد النهار واحد يهضر مع صاحبه قالوا العشيه عندنا اجتماع في النقابه قالوا واش هي النقابه هذه قالوا عندنا اجتماع في النقابه قالوا واش هي النقابه ما عرفش كيفاش يفهموا يخمم قالوا في السنديكا قالوا هضر بالعربيه هكذا السنديكا هي العربيه ثم هذا هو المشكل كاين كلمات داخله على اللغه نتاعنا احنا ماذا بينا نتعلموا الكلمات السليمه واش هي برافو ينظم المرور عمو يزيد دار اغنيه دار تقدير للشرطي الشرطي انا شرطي المرور تغنوا قاع معايا كلي بهجة والسرور الشرطي أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور يلا يا اطفال يلا كامل كامل انظم السير اراقب العبور اساعد الغير مبتسم صبور انظم السير اراقب العبور سعيد الغير مبتسم صبور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور يلا كامل أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنا كلي بهجة وسرور أنا شرطي المرور كلي أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنا شرطي المرور كلي بهجة أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور
برافو برافو برافو. غنوا كاع معايا. انا 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 شرطي المرور كلي كلي علي بهجه وسرور. برافو برافو برافو. لغز اليوم يقول: شيء يطير بدون أجنحة. عرفتوها كاع بصح رحتوا سقسيتوا وقالوا لكم. اوكي كي اسمك؟ إدريس نبيل. كي اسمك؟ إدريس نبيل. إدريس نبيل. آه نبيل إدريس. قولوا لي غير كي سقسيكم مع مو يزيد قولوا لي الاسم فقط لأنه احنا أصدقاء يا أخي، ما نقولوش اللقب لأننا أصدقاء. وش هو الجواب؟ سحابة. السحابة؟ لا السحاب. معلش لا 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 مش الفلوس. واش هو واسمك؟ ورقة. ورقة. الورقة. لا البالون. لا لا رصاصة. مش الرصاصة. الفلوس. لا لا الغيمة. الغيمة. لا لا دفدع. 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 سحابة. طائرة. طائرة. صاروخ. الشمس. الرصاصة. سنة سنة. الشمس تطير بدون أجنحة. وقتاش طار الشمس؟ لا لا مش هليكوبتر. الطائرة. الهواء. الريح. غيمة. الشمس. الغيام. الغيام. النحلة. الفراشة. بخار الدخان. بخار الدخان. تعال أروح. أتوصل. هو اللي صاب بالجواب لأنه كي نقول لك يطير بدون أجنحة، السحابة راهي في السماء مش يطير، راهي تما ديجا. واللي عجبتني اللي قالت لي النحلة بدون أجنحة وتقول لي النحلة عندها أجنحة النحلة، واللي قال لي الشمس كانوا برك. هذا برك يسمع من هو يقول. هو شيء يطير بدون أجنحة يعني يطلع ما مش صاروخ. كسموك شرف محمد الأمين. شايب محمد الأمين اسمها طويل. احنا نعيط لك محمد ولا أمين؟ كيف كيف أمين. أي أمين خير. أمين صاب الجواب. هو الدخان. الدخان. هو قال لي بخار الدخان ولكن معلش ندوها. صديقنا يعطيني الجائزة نتاعو. أعطيه الهدية تاعو. هذه الهدية مهداة من ممول الحصة وممول عمو يزيد شو رامي. رامي كيدز. تفضل تفضل. مبروك عليك وليدي. هاي 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 مبروك عليك. تفضل. لا لا هو الدخان. دخان. اوكي إذن على بالكم اليوم ماذا بيا ترحبوا معايا بإنسان راه معانا هنا. هو اللي كتب كلمة تاع الجينيريك. هيا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد وكتب لكم أغنية عيد الميلاد. كتب لكم أغنية مدرستي. إذا استضيفوا معايا سيد أحمد طهاري. تفضل تفضل تقولنا كلمة. لازم لازم. إذا تصفيق تصفيق على سيد أحمد. إذا لاباس سيد احمد. غاية بيان. وانت؟ اذا سيد احمد من اعز الاصدقاء. وسيد احمد هو اول من تعاملت معه في مجال اغنيه الطفل في البوم مدرستي. ماذا بيا يقولنا كلمه. تفضل سيد احمد. والله العظيم كي نشوف كنا نشوفوا هذا على بالك نحس الاطفال هنا اللي راهم هنا حاضرين معاك وشغل على بالك كما تصورناها. فوالا هذه هي والله. سيد احمد كنت نهضر معاه قبل ما نبدا الحصه، دونك التصور نتاعي درك راه يشوف فيه. دونك كيما هضرنا
كما بغينا الحصه تاعنا تكون، كما بغينا الاغاني تكون، كما بغينا الاناشيد تكون. دان سيد احمد ربي يطول عمرك يعطيك الصحه وانا نسناو في جديد. شكرا. ما هو الشيء الذي لا تستطيع ان تحفظه الا اذا اعطيته لغيرك؟ وعره وعره ما تقولش هكا هكا ما كانش. قولوا ما هو الشيء الذي لا تستطيع ان تحفظه الا اذا اعطيته لغيرك؟ استنى وما تقولش هذيك تاع الفراشه والسلحفات وكاع. اوكي الاناشيد. اسم اسم قران صوت البقره قران شعر سر انا الاسم القران القران اسمي الاسم جسمك القران مقاس نجوم الاسم مقاس سر لقب ماهوش بعيد على السر ماهوش بعيد على السر. ما هو الشيء الذي ماشي تحفظه يعني تحفظه سي با ابروندغ تحفظه يعني بروندغ سوان تعتني به. ما هو الشيء الذي لا تستطيع ان تحفظه مشان أن تحفظه؟ امانه قراءة صدق صدق الفرحة الرياضيات أمانة الأمانة الأمانة كاس ميموار صورة صورة هدية الهواء الأمانة أنشودة سورة الفيل الوعد. تعالي 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 يا شاطرة خلاص جاوبت جاوبت سبقاتك. تعالي يا شاطرة تعالي تعالي كيف فرحانة أرواحي في الوسط. كيف اسمك بنتي؟ عائشة. وين تسكني عائشة؟ في مستغانم. وش مسنة درسي؟ سنة رابعة. شاطرة شحال جبتي المعادل؟ 7.25. باينة باينة شاطرة. إذن عائشة الجواب هو الوعد. كي توعد واحد إذن لازم تعطيه باش تحافظ عليه ماشي تحفظه تحفظه. يعني كاين أنجود مهنية يعني تعتني به. لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك هو الوعد. حقيقة الأمانة السر كانوا قرب ولكن الوعد هو الجواب الجميل. أعطيني الهدية تاع الشاطرة هذه. هذه هدية هدية جميلة. على بالكم ما على باليش واش فيهم الهدايا، ما على بالي بلي هدايا قيمة. إن شاء الله على كل حال هي هدايا. الهدية مهما كانت الهدية رمزية. تدل برك على حب عمو يزيد ويحب في كل مرة يكون هذا روح التنافس هذا، الأطفال يفكروا والأولياء تاعهم وكامل في هذا الجو الجميل هذا. إذا عائشة تفضلي بنتي. شكرا. العفو بنتي العفو تفضلي 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 بالتوفيق. كاين أغنية نبغيها بزاف نقول فيها صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. إذن صباح الخير مدرستي كامل تغنوا معايا. لا 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 صباح الخير يا مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي لا 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 ل
انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك طلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، شقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 كمل. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 كمل. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، شكرا لك عمو يزيد. دلكم أغنية نقول فيها نحبك يا أمي، نحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي، وديما ساكن قلبي. يلا كمل معايا، نحبك يا أمي. نحبك ماماتي، يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي، نحبك أباتي، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم
يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك مامتي نحبك أباتي انتوما حياتي وسر سعادتي. يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك مامتي ونحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. برافو 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 برافو. إذن الأولياء لازم نسمعوا لهم الكلام يا أطفال. كاين أغنية نقول فيها من حق الطفولة صحة علم حب وأمان، تغنوا كامل معايا. من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. الأطفال داروا لي الرسم. من حق الطفولة صحة علم حب أمان. أمان أمان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. واجب نقبيه نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. يلا يا أطفال رفتوا يديكم قاع. نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد. وله الحق في الغذاء ليبقى سليم الجسد، ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. يلا يا
يلا كمل كمل يا أطفال. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. برافو برافو برافو. شكون اللي يعرف جينيريك تاع نهاية الحصة؟ لا تحزنوا حان الوداع، حصة مع عمو يزيد اللي تفوت في الشروق تي في نهار ثلاثة الخامسة صباحا، الخامسة مساء، الخمسة العشية، وتتعاود نهار السبت على 10:30 تاع الصباح كيما غدوة. غدوة الصباح تتعاود. واش نقول في الجينيريك تاع النهاية؟ لا تحزنوا حان الوداع، لا تحزنوا حان الوداع. راك تعاود شنو نقول؟ لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. إذن لا تحزنوا حان الوداع، يلا كنتوا هايلين. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. برافو 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 برافو. كنتوا هايلين، كنتوا هايلين، يعطيكم الصحة وبقوا على خير، بقوا على خير، بقوا على خير. هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا، من سحر وتهريج ودوما تسلينا، طوبي كتكت وبوه والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا، ضموا عمو يزيد الغازو، والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة، حكمة، مثل، معلومة، وبها يا نور العقل.